تصميم عضوات أمداح الغنيات الثريات، أسأل الله أن تكون بخير جميعا. أريد أن أقسمكم وأشارككم إحدى أروع اللحظات التي نقوم بها، وهو العمل الجمعوي والإنساني. نحن الآن في الطريق إلى إحدى المدارس البعيدة جدا بين الجبال لتوزيع الملابس الدافئة لطلبة هذه المدرسة بسبب ظروفهم ومعيشتهم بين الجبال والبرودة والثلج، وكذلك في الأشهر المطرة يعانون من ظروف قاسية طبيعية. لهذا نحن تكفلنا بتوزيع الملابس عليهم، ونحن وجمعية وبعض أعضاء إحدى الجماعات، جزاهم الله كل الخير. وما شاء الله، انظروا لهذه الأماكن الرائعة والجميلة جدا، طبيعة تبهر العيون وتذهب بالألباب، يقصدها الكثير من السياح هذه المنطقة في جميع مناطق العالم. سبحان الله، طريق بين جبلين، بين جبلين وفي واد، وهنا الطريق بجانب الواد كذلك، وعندما يكون المطر فإن هذا الطريق تكون مقطوعة، ولكن طاقة هذا المكان طاقة جميلة جدا جدا ما شاء الله. دعواتكم لنا بالتوفيق، وعندما نصل إلى هذا المكان سأوافيكم ببعض الصور وببعض الفيديوهات. مشكورات عضوات أمداح الجميلة ستريال.